كدا وزير البيئة محمد المشنوق أثناء رعايته إطلاق حملة كون إيكو درايفر وحافظ على صحتك وبيئتك ضمن الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، أكد أن قطاع النقل هو المصدر الأساس لتلوث الهواء في لبنان، وهو أضخم المساهمين في تدهور نوعية الهواء في المدن. المشنوق دعا إلى تضافر الجهود بين كل الجهات الفاعلة الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لإيصال هذه القضية إلى المستوى المطلوب الذي يضعها على الأجندة الوطنية من أجل بيئة أفضل.